يتقدم من خلالها تباتا وسانتي كازورلا في لحظة رفع لقب البطولة، بطولة كأس أوريدو لموسم 2019-2020 في قبضة الزعيم السداوي. مبروك له ولجماهيره ولكل من ينتمي له، لحظات توثق بالصور بكل تأكيد، وكل لحظاتك يا زعيم يجب بأن توثق بالصور. مبروك أحبتي الكرام، مشاهدينا متابعينا عبر قنوات الكأس أينما كنتم، كنا معكم في وصف أحداث هذا النهائي.